فريق أنامي التغيير التطوعي، الفريق النسائي اللي يعمل على تدريب النساء في مخيمات الشمال السوري بعدة مهن، يعمل على التمكين الاقتصادي بعدة مهن اللي هي الخياطة والتريكو ونسيج الصوف وصناعة المنظفات. الفريق عمل على تدريب 100 سيدة وفتاة في هذا المخيم. كان عندنا قصص نجاح عديدة، منها الأرملة المعيلة، منها السيدة اللي وقفت وساندت زوجها في الحصول على دخل معيشة لها ولزوجها. الهدف من هذا المشروع أنه كل سيدة تحصل على المستوى المعيشي اللي هي يعني الجيد. كان عندنا 19 مدرب مستفيدي، الأغلبية من الطبقة الفقيرة، من الأرومل العالم المحتاجي، دربتهم على مهنة الخياطة بحيث أنه هن يعينوا نفسهم، وكان اجتهاد هون كويس كتير، ويعني والنتيجة اللي طلعوا فيها هي والصبايا كلهن أنه بيشتغلوا حوليا. انطرحت، أنا بحب مهنة الصوف، انطرحت هاي المهنة في المخيم وأنا حبيت روح أتعلم مشان عين بيتي، لأنه أنا زوجي معاق وعندي بنت معاقة وما عنا أنه مدخول، يعني زوجي ما بيحسن يشتغل، فحبيت أتعلم هاي المهنة، رحت الحمد لله تعلمتها مشان يعني أنه عين بيتي. دخلت في هذه الدورات مشان أطور من خبرتي في الخياطة والنسيج منظفات، ما كان عندي خبرة صار عندي خبرة، يعني صنعت منظفات عندي في البيت الحمد لله، وبعت قسم منها مشان استفيد منها ويصير عيل أسرتي. أنا عندي 4 أولاد، يصير استفيد يعني بشكل أكبر لأني معيلة لأولادي.